لا مجال لتعطلها حتى لو وقع هجوم نووي على الأرض. إنها المكتب البيضاوي الطائر أو القلعة الأمريكية الفضائية التي تدير الولايات المتحدة من الجو. هي الطائرة الرئاسية الأمريكية التي حضر بها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين. مواصفات الطائرة الأكثر أماناً في العالم. تعتبر طائرة الرئاسة الأمريكية Air Force One واحدة من أكثر الرموز المعروفة لرئيس الولايات المتحدة، وبمثابة مكتب له في حالة حدوث أي موقف، لذا يطلق عليها المكتب البيضاوي الطائر. تعرف الطائرة الرئاسية أيضاً بأنها حصن منيع نظراً لأنظمتها الدفاعية التي تتضمن إلكترونيات على متنها للحماية من النبض الكهرومغناطيسي. وتتميز طائرة الرئاسة بمعدات اتصالات آمنة متقدمة تجعلها مركز قيادة متنقلاً في حالة وقوع هجوم على الولايات المتحدة. والطائرة التي قرر بايدن الإبقاء فيها على اللونين الأزرق والأبيض بدلاً من اختيار سلفه دونالد ترامب الأحمر والأزرق والأبيض، مزينة بعبارة الولايات المتحدة الأمريكية والعلم الأمريكي وختم رئيس البلاد، مما يجعلها ذات حضور لا يمكن إخفاؤه أينما حلقت. جناح طبي في الداخل، يتمتع الرئيس ومن معه في السفر بمساحة أرضية تبلغ 4000 قدم مربع على 3 مستويات، بما في ذلك جناح واسع للرئيس يضم مكتباً كبيراً ومرحاضاً وغرفة مؤتمرات. وتشتمل طائرة الرئاسة على جناح طبي يمكن أن يعمل كغرفة عمليات، ويوجد طبيب بشكل دائم على متنها، ويمكن لمطبخي إعداد الطعام بالطائرة إطعام 100 شخص في المرة الواحدة بحسب ما طلعته العين الإخبارية في الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض. وعادة ما تحلق العديد من طائرات الشحن أمام طائرة الرئاسة لتزويد الرئيس بالمركبات والخدمات اللازمة في المواقع النائية.